الحسود نحفظ الحب نسول بهدى تمضي السنون رمزنا عزم ثبات نحن للخير الحسود نحفظ الحب نسول بالهدى تمضي السنون رمزنا عزم ثبات جزيرة مغامرات متعة مفاجآت مع صديقنا سراج قوة وتضحيات لا نبالي بالصعاب جمعنا جمع الصحاب إن بسهل أو بغاب زادنا حلو الصفات لا نبالي بالصعاب جمعنا جمع الصحاب إن بسهل أو بغاب زادنا حلو الصفات جزيرة مغامرات متعة مفاجآت مع صديقنا سراج قوة وتضحيات دائما معنا العبر كل شر لا يمر وإذا الشر ظهر نحن للخير الحماية دائما معنا العبر كل شر لا يمر وإذا الشر ظهر نحن للخير الحماة جزيرة المغامرات لقد قضيت عطلة رائعة يا ابن عمي بأمان الله لا أحد أمر غريب هاي هل من أحد هنا؟ أنا سراج لقد عدت إنه كسلان لن يتغير أبدا السلام عليكم أيها الصغار هل اشتقتم لي؟ وعليكم السلام إذا غابت ثانيتك لن يشتاق لك ألا أفهم هؤلاء الثلاثة لكن كيف الأمور؟ سيئة جدا ابتعد عنا ابتعد أريد تفسيرا لكل هذا أهلا بك في المنزل لقد عدت أخيرا يا سراج وندعو الله ألا ينتقل ذلك المرض الرهيب إلى جزيرة أخرى أي مرض؟ ومن أخذ مسجل الصور؟ لا أحب هذا أبدا هاي لميع هزاز غالب أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ لميع ماذا تريد أيها المزعج؟ سأضربك بمكنستي أيها الثرثار لميع توقف هذا أمر ابتعد من هنا أيها الثرثار وللقدتك درسا حسنا لقد هربت مني أيها الثرثار حسنا هل أصيب بالمرض الذي أذاعوا عنه في التلفاز؟ مسكين يجب أن أنقذه لقد حاول لميع أن يضربني يا غالب مؤكد أنه مريض إذن أنا مصاب بذلك المرض أيضا غالب أنا صديقك أنت لم تعد صديقي أبدا خط لست صديقي خط 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 يا سراج لست صديقي خط 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 وقف لست صديقي إن هذا البيض شهي جدا أجل خفيف ومضره شهير حسنا سراج لم أسمعك تطرق لست خائفا من أن يصيبك ذلك المرض أريد أن يخبرني أحدكما ماذا يجري هنا بالتأكيد سأخبرك يا سراج بهذا انتظر حسنا خذ هزاز أنت مريض أيضا أنا منزعج منك أيها الثرثار أمسك به لا تدعوه يهرب أوه.
حتى هزاز يكرهني، لكن لماذا؟ ماذا فعلت؟ وأنت يا دودة؟ هناك وباء منتشر في هذه الجزيرة، رغم أن الأمر يحطمني، إلا أنني سأترك أصدقائي يواجهون الأمر وحدهم. سوف أغادر الجزيرة، الوباء معد، لا أحد يأتي إلى الجزيرة، أنا لن أخاطر بحياتي، سأهرب. وباء؟ هذا ما قلته يا سراج، وباء. ومنذ أن أرسل لنا سراج هذا اللقاء الذي حدث في الأسبوع الماضي. هل أنا في حلم؟ أنا لا أحلم. سوسن، 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 يجب أن تساعديني. ليس قبل أن تفسر لي بعض الأشياء. اتبعوه، لا تدعوه يغادر الجزيرة كي لا ينشر المزيد من الإشاعات حول الموضوع. سيعاني من كابوس هذه الليلة. أجل، لقد نلت منه هذه المرة، إنه على وشك الجنون، سأجعل الجميع يكرهونه ويثقون بي أنا وحدي. انظر ماذا فعلت. أجل، أجل، نعم، لا، هذا رائع جدا. سراج بالجزيرة، يجب أن نمسك به. هيا فلنتناول الغداء أولا. انظروا إليه، إن أعصابه باردة جدا، يجب أن نمسك به. قد أمسكنا بك. وأخيرا كنت بانتظاركم. يجب أن تستسلم يا سراج، سوف نغسل لك فمك بصابونة ومن ثم سنغلقه لك للأبد. افعل ما يحلو لك، لكن أولا سأريك شيئا. هذا صحيح، لقد كان ذلك مدبرا مني. لقد أخذت الشريط الموجودة به صورة سراج، وقمت بتسجيل صوتي بدلا من صوته، وقمت بتبديل حركات الشفاه. انظروا كيف، أنا ماهر في ذلك. وبالنسبة لي، ورغم أن هذا يحطمني، إلا أنني سأترك أصدقائي ليواجهوا المرض بأنفسهم، فالوباء معد. هذا ليس عدلا، لقد خدعتني وقمت بانتحال شخصيتي لكي يكرهني الجميع. محاولة جيدة، كان يجب أن تعترف بالحقيقة، هل فهمت؟ هل هذا صحيح يا سراج؟ طبعا، تغيير الصوت المسجل أمر سهل للغاية صح رجاج؟ إذا كان هذا رأيك حسنا، أنا لا أعلم، أنا أنكر كل شيء، إن سراج هو الذي قام بتبديل الصوت. سيكون مضحكا لو كان هو الفاعل، فبذلك سيكون قد قام باستخدام الحيلة نفسها التي قمت بها. لا تستمع لدراج، إنه يمزح، فأنت تعرفه، إنه يقول أي شيء. هذا يكفي يا دراج، لنذهب لتناول الغداء. ألست خائفا من أن تأكل وجبة قد تم طهوها من قبل؟ أجل، فالوباء ينتشر بسهولة. يا أصدقائي، لقد كنت أمزح فقط. صدقني، لم أقصد أن أفعل هذا. سألقنك درسا لن تنساه أبدا. دراج أيها الضخم، وأنت يا رجاج، انتظرا، سألقنكما درسا، انتظرا، انتظرا. ليس هناك وباء، هذا التقرير سيعمل على طمأنة المشاهدين. بسمة، بسمة، كلمة ورسمة.
أنت أسرع من البرق أيها الرعد الصغير. هل غيرت اسمك أيها الرعد الصغير؟ حسنا، هذا الطعام يبدو شهيا جدا. البرنامج التالي. كان خبرا مزيفا، لن يكن هنالك وباء على الإطلاق والحمد لله. ولكن ما هذه الخدعة التي قام بها رجاج؟ سنعرض لكم الآن صورا لرجاج ومعاونيه دراج لكي تتعرفوا عليهما وتتجنبوهما. كونوا حذرين منهما وتجنبوهما ولا تثقوا بهما مطلقا. إنهما محتلان، لن يثق بهما أحد أبدا. مسكين رجاج سيتحطم كليا. رأيت يا دراج، أصبح وضعنا محرجا. ابتهج، على الأقل ظهرت صورتنا على التلفاز، وهذه هي المشكلة. انظر إلي، أبدو لطيفا، ضحكة رائعة، هذه هي الصفة المميزة في أنا. حسنا، لن يطول الأمر، هذا الطعام بمناسبة تجمع الأصدقاء سويا. رائع. صداقة. ما شاء الله، رائع جدا، يبدو شهيا، شيء رائع جدا، رائحته سيئة لكنه مناسب. هل أستطيع أن أتذوقه؟ بالطبع، ولم لا، فأنت هكذا دائما يا دراج. هيا بنا. نعم، نحن مستعدون. إنه لذيذ فعلا. هيا يا رجاج لنتصالح. سراج صديقي، هيا لنتصالح، أنا آسف جدا عما مضى. فلننسى الماضي، ماذا أفعل لأجعلك سعيدا؟ حسنا، أريد أن أستعير منزلك وتلفازك أيضا، ما رأيك؟ لا بأس يا صديقي. وأن يعد لي هزاز وليمة صغيرة في الصباح وفي المساء وفي الليل أيضا، من دواعي سروري. وأريدكم أن تبنوا لي منزلا جميلا على الشاطئ إذا أردتم ذلك. سنقوم بذلك يا رجاج. أليست الصداقة رائعة يا رجاج؟ ليست رائعة مثلي أنا. شكرا لك يا سوسن على الطعام والشراب، أراك لاحقا. أنت طيب. إنهم لا يشكون بشيء، رائع، أنا هنا الحاكم. تحذير، إذا لم تكن من الزواحف كالأفعى والثعبان فلا داعي للقلق. ماذا؟ لأن حيوان النمس لا يهاجم إلا الأفاعي والثعابين. النمس؟ بناء على تقاريرنا فإن النمس قادم إلى الجزيرة لكي يصطاد الثعبان المشهور بأفعاله السيئة، فإذا كنت من فصيلة الزواحف فعليك بالاختباء. ها هو النمس في طريقه إلى الجزيرة الآن، أحذرك أيها الثعبان رجاج. هذا مخيف. هيا اختبئ. لا. سراج، النمس قادم، يريد أن يأكلني، أنتم أصدقائي ساعدوني أرجوكم، إنه قادم من أجلي أنا. لا لا. اهدأ يا رجاج، لما القلق؟ النمس عدو لفصيلتي منذ زمن طويل. حسنا، سنحاول أن نعطيه شيئا آخر. لكن ماذا لو لم يرغب؟ حينها ستكون في ورطة. إنه قادم النجدة. آسف، يجب أن أنتهي من بناء منزلك. لا لا. ما
نرحب بك في جزيرتنا أيها النمس. لا شك في هذا، فأنا أشم رائحة أفعى. هل رائحتها طيبة؟ لذيذة. تفضل تناول هذا كرمز للضيافة. ليس الآن، سأتناوله ليساعدني على الغداء. لولا ماذا أفعل؟ أشم رائحة أفعى شهية وهي قريبة من هنا أيضا. أنا خائف. عرفت أنك هنا يا صديقي، لقد وجدتك بسهولة. هلا توقفت فانا جائع. اتركني انا جائع، ساعدني يا الله. اين ذهب؟ امسى. لقد نجوت الحمد لله. من الأفضل لك أن تطلب آخر طلب في حياتك لأنني سأكلك. أتعرف شيء؟ أنا لست أفعى صدقا. أرجوك دعني. أيا كان ذلك الذي يرمي الأسهم لن يؤثر بي. هيا لقد خدعتني. أنت بخير الجاج؟ شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم، هذا عمل لن أنساه أبدا. بالطبع الجاج، أرادت سوسن أن تتأكد من أنك لم تصب بمكروه. سوسن، شكرا لكم ولسوسن، الحمد لله أنا بخير. حسنا الآن أيها النمس، ماذا تريد؟ في الحقيقة نحن أصدقاء، كنت أمزح. أتعرف بالرغم من أنك عدو اللدود إلا أنك لست سيئا. صديقنا النمس أهلا بك. أين الطعام يا أصدقائي؟ هزاز، ألم تعد شيئا للغداء؟ فأنا جائع. لا يأمرني صديقي بأن أفعل شيئا، عليك أن تعد طعامك بنفسك. هيا. نعم إنها محقة بالفعل. ماذا؟ لما فعلت هذا؟ كنت مستعدا لفعل أي شيء لجعلك صديقا لنا. صحيح، ولكن أنا لا أعرف الطبخ. أجل، أنت لا تفهم معنى الصداقة أبدا. أنا لا أعرف معنى الصداقة. لا، هذا أكيد، فالسهم لا يحتوي على شيء. ساعدني يا دراجة، أرجوك ساعدني. ليس قبل أن تهدم المنزل. هيا قم بتحضير الطعام لنا بسرعة يا رجاج. أنا حاضر. سأكون سعيدا جدا إذا قمت بمساعدتك يا صديقي. طبعا، أهلا وسهلا بك. أشم رائحة أفعى وأنا جائع. ماذا؟ أنا لا أشم رائحة الشاي. أسرع لأنه سيقوم بطهوك الآن. هيا. جزيرة المغامرات، متعة مفاجآت، مع صديقنا سراج، قوة وتضحيات. جزيرة المغامرات.
مغامرات متعة.